هذه السنة واستثناء كل تلميذ تحصل على معدل 9 من 20 في معدل شهادة البكالوريا يعتبر ناجحاً. قرار جاءت به الوصاية بعد الظروف التي عاشها التلميذ بسبب جائحة كورونا، وتتويجاً للترتيبات المتخذة تقرر تتمة أحكام القرار رقم 25 المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي المعدل بالمادة 23 مكرر التي بمقتضاها يعد ناجحاً استثناءً في امتحان بكالوريا التعليم الثانوي دورة 2020 كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 9 من 20. تخفيض المعدل عن المعتاد حتماً سيغير من النسبة العامة للنجاح في البكالوريا، فهذا القرار أنصف عدد كبير من التلاميذ الذين استصعبوا مواضيع بكالوريا دورة 2020. المنطقي جداً ومن باب الإنصاف أنه يعني يتحصلوا على يعني هذا الـ 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 يعني هذا الامتياز كباقي التلاميذ يعني في مختلف الأطوار الأخرى. زملائنا من الأساتذة المصححين قد التمسوا يعني من خلال عملية التصحيح التأثيرات الفعلية لهذا الوباء على أداء وعلى منتوج التلاميذ من خلال أوراق الامتحانات، وجدوا أنه من الضروري جدا معالجة هذا الخلل باستصدار مثل هذا القرار، ومن جراء هذا القرار أكيد أن النسبة ستكون يعني في المستوى وقد تتعدى 56%. لأول مرة في تاريخ التربية الوطنية النجاح في البكالوريا بمعدل أقل من 10 على 20، فبعد اجتياز امتحان رسمي في فصلين دراسيين فقط وبعد سهولة المواضيع، ها هو المعدل العام للانتقال ينخفض ويخدم فئة معتبرة من التلاميذ.